لو الحكاية فيها إن فيتو بصي، هو احنا خلال الفترة اللي فاتت عملنا 89 دورة تدريبية متوزعة على 24 محافظة من محافظات الجمهورية. كان خلال جولات زمايلنا في المحافظات كان في عدد من طبعا من الأشخاص ذوي الإعاقة في خلال التدريب، لكن هي كدورة متخصصة لذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس هنا، فدي أول دورة تدريبية خاصة بمتابعة الانتخابات نقوم بيها عشان متابعة الانتخابات الرئاسية. طب إيه أهم الحاجات بقى اللي أنتوا بتقولوا للمراقبين ذوي الإعاقة كلهم ياخدوا بالهم منها؟ هو طول الوقت إحنا بنكلمهم عن الحقوق اللي تمسهم هم وتكفل لهم حقوقهم، يعني بنقول لهم على مدى مثلا متابعة الإتاحة الطريق لحد اللجنة، هل في حد بيقوم بمساعدتهم سواء بقى مخصص من الداخلية أو مسؤول اللجان نفسه بيقوم بمساعدتهم عشان يتم الإدلاء بأصواتهم ولا لا؟ كمان هم يا ترى هم محطوطين اللجان الخاصة بذوي الإعاقة دي في أدوار عليا ولا سفلية؟ فطول الوقت إحنا بنطالبهم إن هم ينظروا على الأمور اللي بنحقق لهم الإتاحة في ممارسة الحقوق السياسية وتصويت الانتخابات الرئاسيه. طب لو لقوا انتهاك مثلا يعملوا ايه؟ هو عندهم حاجتين، ان هم بيتصلوا بانهم تابعين هنا للمجلس القومي لشؤون الاعاقه، فهم في المفروض ان في غرف اتصال. اما بقى بالنسبه لغرف اتصال المجلس، فالمجلس المجلس القومي لحقوق الانسان احنا عاملين غرفه مركزيه في المقر بتاعنا، وعاملين كمان غرف فرعيه في فروع المجلس. فأي حد بنوزع على المتابعين يشوف بأسماء التليفونات وإزاي كيفية التواصل بالغرف بتاعتنا. والحقيقة المجلس توصل لاتفاق إن بدل ما إحنا قبل كده كنا بنقدم الشكاوى والبلاغات اللي توصل لنا للجنة الانتخابات الرئاسية، لا، فلجنة الانتخابات الرئاسية هتقدم طلب كتابي إن إحنا نتعامل بشكل مباشر مع اللجان الفرعية مش لجنة الانتخابات الرئاسية. ده طبعا أسرع وأحسن وتسهيل للإجراءات. يعني أنا لو عندي مشكلة في محافظة القاهرة، بدل ما أتصل باللجنة المشرفة على الانتخابات وهي تتصل باللجنة العامة المشرفة في القاهرة، وبعدين اللجنة العامة تتصل باللجنة الفرعية علشان تعرف أسباب المشكلة وتزيلها، ده كان بياخد فترة طويلة جدا. بس الحقيقة خلال الكلام بين المجلس وبين لجنة الانتخابات الرئاسية توصلنا إن إحنا يبقى في اتصال مباشر مع اللجان العامة مش بس مع لجنة الانتخابات الرئاسية. ده طبعا عشان تسهيل وتسديد العقبات قدام أمام المتابعين.